وقفني جاري وسألني ليش مش رايح على شغل. قلت له شو بك يا زلم، اليوم عطلة، اليوم عيد العمال. هز راسه وسحب سيجارة ولعها وقال بتصدق ولا كان خاطر على بالي هالعيد. قلت له عيد مشي جاري وتركني مع الذكريات، شو كنا هبلان، يا ما عملنا مظاهرات ومشاكل ليش ملاش. قال نحنا كان بدنا نسميه عيد العمال والدولة بدها تسميه عيد العمل. شرفوا هلأ لوين وصلنا، لا عمال ولا عمل. على كل حال بيسوى نتذكر العيد ونتذكر العمل، شرط ما يصير فينا مثل اللي راح تيعزي بصديقه قال لأهل الفقيد ما في أمل يرجع. هذا رأيي، فكر فيها.